لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحاول نشوف واحد المشكل. بعض الناس الله يهديهم وداكشي كيخليو هاد الراكليت هادو ديال السويكلاص كيخليهم حتى كيتمو. شو دابا هاد الطوموبيل اش كانوا راكبين فيها؟ شو هي في نورمالمون راه خاص كل عام في فصل الشتاء كيتبدلوا هاد الراكليت هادو، كتبدلهم بثلاثه، هادي ديال القدام وديال اللور. شو هاد هادو راه دابا راه ضاربين شحال، شو كاع خسروا. انا نوريكم اللورانيه تي هي، شو اللوراني دابا. المشكل ماشي ما كتبقاش فيها الجلده وداكشي، المشكل كتشرط البارابريزا. شو كي كتشرطو دابا مع الشمس كيبان مزيان، قاعد بلاصه كتشرط، كيبقاو يخدموه والجاجه كتشرط. وهاد هاد الراكليت راه رخاص، مثلا اللي بغى يشري العاديه راه رخاص، راه ماشي شي ثمن. تقريبا ها هما خديت هادو ب 15 درهم الوحده، هادو ب 30 درهم، واللورانيه ب 10 دراهم. هادو راه يضربوا لك مثلا عام ديالهم ولا، حيت هما كتاثر عليهم الشمس، كتاثر على هاد الجلده، هادي الجلده هي اللي كتمسح. ها هي مغطينا بهاد الجوان الخضر كما كتلاحظوا. دابا هاد الجلده هي اللي كتمشي فيهم، مني كتعيا شويه راه كتعلمك، ما كتبقاش تمسح مزيان. والتادو راه ما بقاوش كيمسحوا كاع، شوف دورا ولات صافي. هاد الجلده قاصحه بزاف، وكتوصل هادو كيتوشيو في الجناب، وكتشرط الباربريز ثاني. هاد الباربريز راه تشرط من القدام، انا غادي نوريكم. ها شو هاد البلاصه، شو بلاتي. ها هي شو هاد البلاصه، هادي ما كتبانش دابا مع، ها هي راه باينه الشراط. ها كتخلي لاطراس، دابا لاطراس مع الضو في الليل كيبان. هاد البلاصه راه كاع مشرطه، لهذا الواحد يحاول يقلبهم مره مره. هما اصلا راه كيبينوا لك في المسيح. انا راه جيت ندير سوي كلاص حتى شو ما مسح حتى حاجه، ما مسح حتى حاجه، صافي عرفتهم راه هما من برا راه كيبانوا لك مزيانين، ولكن ميتين. هما كيبداو يشهابوا، صافي خاصهم يتبدلوا كل عام، كل عام خاصهم يتبدلوا. الا لا خديتيهم اوريجينال راه كيضربوا تقريبا شي عامين هكاك، ولا على حساب الطوموبيل ثاني. لك كنتي كتخليها في الشمس بزاف راه ما غاديش يدوموا معاك. الا كان عندك الكراج راه كيديو مده طويله. وبالنسبه لهادو كيفاش كيتحيدوا، هذا راه كان عندهم واحد الفران كتقعدو وكتخرج، كتخرج هكا كيخرج. هما فين كيكونوا شادينها، وكتحضي مع هادي الا تعاود ترجع تهرس لك الجاج، كيكونوا راكبين هكا. ها كتكون اللي جيت الشيفور كتكون طويله والاخرى كتكون قصيره. ها هما كيكونوا راكبين وكيكون مغطيين الكاش. دابا غادي نبدلوهم، غادي نجيبو هادي، ها هي الكبيره، الكبيره كتحيد ليا هاد الفران هذا هكا، وكتطلع كتورقوا على هادو وكتطلع. شد ليا هكا، مبقاش هادوك، هاهو هكا. و كنديرو ليها هكا كتبان. ها هي راه ساهلة، كتخشى هادي هي اللولة، كنهبطوها هكا صافي. كنحيدو ليها هاد الجلدة الخضراء هادي، هادي باش كيديروها باش تبروطيجي. ساهلين في التركيبة، ماشي شي حاجة. وشو دابا هادو كيما قلت ليكم 40 درهم، هادو كاملين ب 40 درهم. لا هما 40 درهم ولا جاجة ب 800 درهم، حنا درنا لها 800 درهم. اللورانية راه كتكون غالية، راه دايرة شي 1000 درهم تقريبا. غادي نركبو هادي وندوزو لديال اللور تاهي. هاهما هادو ركبو ناضين، دابا غادي نجيو لهاديك اللورانية
نبدلوها حتى هي كما قلت لكم، راه كاع 10 رطات دجاجه. اللهم شري راكلات ولا تبدل الدجاجه، راه ملي كتشرط راه ماش تبقى تبين. دابا هذه حتى هي غادي نحلوها، هذه راه عداد الفريين واقيلا كيطلع، شتي هذه كي دايره. هي حتى هي جنة ليها وحده على قدها، هذه راه صافي، هذه راه هاد الجناب ولاو كيقيسوا في الدجاجه، راه قاعد تكالوا من هنايا. هادي راه كد تخشي شي طورنوفيس ولا شي حاجه كتقعد، ها هي البياسه ديالها صافي، كنقعدوها هكا وكنزيدوها لقدام عندنا. ها هي خرجات، ملي كتخرج كنجيبو الاخرى وكنركبوها، راه نفس الطريقه. دابا حيت ايد وحده شده يوسف هكا ماشي راه نفس الطريقه. دابا غادي نشدو هادي هكا، ها هي كنجيو هنايا كنخشيو هاديها معاها من هنا، كنخشيوها هي الاولى من هنا وكنطلعو هكا. ساهلة في التركيب، ها هادو راه ماشي دوريجين حيت مصدتش انايا الدوريجين، ولكن مخيرين زعما ماشي كيضربوا وقتهم وصافي صافي. دابا غادي نسييو هادشي نشوف واش كيمسحو مزيان. ها هي كما كتشوفوا راه جربت داكشي تبارك الله، واخا الخاصات تيمسحو مزيان زعما من داكشي. راكم شفتوا التراب اللي كان في الباربريز شحال وداكشي، ها شوف بلا لاف كلاص بلا والو، راه فيها الماء العادي ولكن تبارك الله كيمسح داكشي ناضي. السوي كلاص ديال الله حتى هو راه خدمته، ولكن الماء ما خدامش. شو المسحه كي دايره، شو نخدمو ليكم تشوفوا. ولكن الماء ما خدامش، الماء كيخدم من القدام. ملي جيت كنقلب السوم دايرين ليها موطور كيعطيها لجهه وحده، كيعطيها لجهه الشيفور. دابا عاد غادي ندبر ليها على شي مايطير باش كيولي يعطي الجوي بجوج. ها هو ملي جينا للقدام هنايا وداكشي الموطور ديال السويكلاص كيكونوا فيه جوج ديال التيوات، ملي كدير القدام كيخدم القدام، كدير ديال اللور كيخدم ديال اللور، واللي كيقلب ملي كدير الموتور الاخر واخا فيه جوج فيشات كيتقلبوا، ملي كدير ديال اللور كيتقلبوا باش يدور للجهه الاخرى كيعطي. دابا حنا حيدنا هذا الموتور، انا اصلا عندي موتور في الدار غادي نجبدو غادي نركبو غادي نوريكم كيفاش. كما كتشوفوا هذا الموتور هذا تبدلته للغولف اللي كانت عندي، كان مهرس وداكشي حتى هي ما كانش كان كيتنفس فيه هذا. ودابا هذا هو الموتور ديال هادي، ها هو هذا المايطير هذا ديال المرسيدس، ولكن حتى هو راه بحالو راه ما كاينش حتى شي فرق، هذا وهذا بحال بحال باش كيعطي في دو سونس اللور والقدام. هما في التركاب وداكشي راه بحال بحال في الفيشات بحال بحال. دابا غادي نركبو غنحيدو هذا ونديرو هذا، دابا باقي ناضيه. بعد ما ركبنا الموتور داكشي مسحنا الفيكساسيون ديال، بغينا نركبو الموتور دخلت ليا هاد الجلده، عاد جبدنا واحد السليك من هنا كنا باغيين نحيدو القرعه الساعه، واحد السلك وجبدته وكنمسحوها، راه كانت كاع عامر كاركير وكنمسحو البلاصه ديالو. دابا غادي نركبو الجليده هي الاولى، كنركبو الجلده هي الاولى ونركبو الموتور. وفي الموتور عندكم تقلبو ما ديرها ديال القدام وديك ديال اللور صافي. دابا غادي نركبو الجليده، ها هي دابا ركبناها. المايطير الا كان عكس ليكم دهنوا بواحد شويه د الزيت، ها من لاجوج دير فيه واحد شويه د الزيت من الراس راه كيدخل. بالنسبه للماء، الماء راه ما خدامش، ضروري الماء كيتخلط مع اللاف كلاص حيت كيدير الكاركير وكيدير بحال واحد الكاركير ابيض، هو اللي كيسد هذوك القنوات، يسد هذوك ديال السويكلاص وداكشي. دابا راه كبينا فيها شويه الماء، واخا هذا حتى هي راه خاصها تسرح، كتكون واحد العوينه هنايا مهرسه، مهرسه دابا هذه مشكله. هذه هي كتكون واحد البلاستيكه هنا ودايره كتعطي هنايا، دابا ما عنديش، ولكن دابا الماء غادي يخرج، ها نتوما غادي تشوف.
الماء بعدا غادي يخرج. هادي حتى هي مهرسه، يمكن الدري حتى هو مهرس شويه ولكن خدام. دابا غادي نشوفو راه اللوفي ديال السويكلاص راه كندفعو لتحت، كيخرج الماء، وديال القدام راه ما كيخدمش حيت الموطور ماشي ديالها اللي كنراكب. ساهله. دابا غادي نشوفو ديال القدام، هادي ديال القدام راه داكشي راه ناضي. شو دابا تبارك الله كي ولات المسحه، شو رجع داكشي ناضي. وهادشي اللي كاين وحاجه بسيطه كتكلفك بزاف، بحال دابا هادو كيما قلت لكم 40 درهم، وهذاك الموطور راه كان عندي ماشي مشكل. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا هادشي راه مهم في وقت الشتاء بجوج، الباريز ديال اللور وديال القدام والماء. الا ما كانش عندك راه مشكله، حيت لصبت الشتاء شويه وكتبدا غادي في الشانطي مثلا ورا شي كاميو ولا كيتلاها هذاك الوسخ التراب ومع الماء كيوسخ لك، ضروري خاصك الماء والسوي كلاص باش تشوف مزيان. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا وتكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم.